ذكر الله في كتابه العزيز قصة النبي يوسف عليه السلام، وأفرد لهذه القصة العظيمة سورة سميت باسمه، حيث اشتملت هذه السورة على تفاصيل حياة النبي يوسف عليه السلام منذ الصغر إلى تمكينه في الأرض. فكيف كانت حياة النبي يوسف؟ وأين كان السجن الذي وضع فيه؟ قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان توصلك الحلقات الجديدة. ولد يوسف عليه السلام في القدس، وقد كان والده النبي يعقوب وجده إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. وشاء الله أن يخلق هذا النبي متمتعا بنعمة الجمال وأن يؤتى شطر الحسن. ولما كان مقربا من قلب والده، كاد له إخوانه مكيدة ووضعوه في غيابة الجب، ليجده بعد ذلك ركب مر على البئر ويبيعه بثمن بخس إلى عزيز مصر. فيشاء القدر أن يتربى يوسف عليه السلام في قصر العزيز، حيث راودته امرأة العزيز عن نفسه عندما كبر وبلغ أشده. فلما تمنع استمر كيد امرأة العزيز ونسوة في المدينة، حيث أودى مكرهن إلى وضعه في السجن. وقد بقى عليه السلام في السجن بضع سنين، فسر خلالها لأحد السجناء رؤياه بأنه سوف يقتل، وفسر للآخر رؤياه بأنه سوف يخرج فيكون ساقي الملك. شاء الله تعالى بعد تلك السنين أن يرى ملك مصر في منامه رؤيا لم يستطع أحد تفسيرها، حتى أخبره الساقي بأنه يعلم رجلا يفسر له رؤياه، وهو يوسف عليه السلام. فلما فسرها أمر الملك بإخراجه عليه السلام وقربه إليه وجعله على خزائن الأرض. إن رجعت إلى الحاكم فقل له إنكم مقبلون على 7 سنوات من الوفرة والخير، فاعمدوا في هذه السنوات 7 إلى الزراعة والحصاد، فما فاض عن حاجتكم من الطعام والبذور فعليكم أن تدخروه، فإنكم قادمون بعد ذلك على 7 سنوات من القحط والجفاف، فاعمدوا على ما ادخرتموه في سرائكم، فاستعينوا بي على ضرائكم، فلا يشق ذلك على الناس أبدا. وأما عن موضع السجن الذي وضع فيه النبي يوسف عليه السلام، فيذكر أنه يوجد في مدينة سقارة بجنوب القاهرة، وقيل كذلك أنه يوجد في قرية أبو صير بمحافظة الجيزة، والتي كانت مقرا للأسر المصرية القديمة من 3 وحتى 8، وجزءا من منف عاصمة مصر أيام بناء الأهرامات. لا تنسوا الاشتراك في القناة.